الكلاب تبعك قدرت تلاقي أثره للعصفور. انت من وين بتلاقي هالكلاب الظريفة؟ سيدي الزلمة اللي عم تلحقوه مانو زلمة عادي، انت بتعرف هذا منيح. قدر يهرب منا بالليل بس ما رح يفلت من ايدينا بالنهار. فتشوا المكان. وقتلت لي الصيد فرحت، بس معقول طول الليل ما غوصنا ولا رصاصة؟ على فكرة داخلي بقي شوي، رح نوصل للصيد تبعنا بعد شوي، لا تقلق. ما عاد في داعي نوصلها لأنه الفريسة هي اللي صادتكم. من الطرف الوراني امسكوه. اللي لسه في عندك رجال تبعتهم كمان؟ خلينا نرجع، صار عددنا قليل. ما رح نرجع طالما وصلنا للصيد. يعني معقول انه زلمة واحد يخوفكم؟ ما رح نرجع هلا، ما رح نترك الصيد. انزلوا من ورا، من تحت الوادي. كارا، من زمان ما طلعت على صيد ممتع بهالشكل. استمتع منيح. طلعت مع الزلمة الغلط على الصيد. مفكر اني ما رح اعرف انه هذا الزلمة هو واحد من رجالك؟ نزل سلاحك. شو انت شايفني غبي لدرجة اني اعطيك سلاح في رصاص؟ ومعقول كون غبي لهالدرجة لأوقع بهالفخ؟ انا غيرت المخزن الفاضي بواحد مليان من اللي وقعوا. ارمي سلاحك والا بقتلك. فكر اني راح ابلع الطعم وصدقك. انت ابشع صياد شفته بحياتي. وقف ابني، ما تقوص عليه، اتركه يعيش. هذا لشامل. أنا لو كنت مكانك ما كنت بعمل هيك. أكبر أثارك عندي. إذا قتلتني رح تندم. اللي كيف رح تقدر تلاقي أخوك بعدين؟ مشان ضل عايش. مستعد إنك تكذب هيك كذبة؟ لا أنا ما عم بكذب عليك. أخوك بعده عايش. كتير منيح. إذا صار ولقيته طمن رح أشرح له كيف أخذت بتار عيلتي. لا ما في داعي. هو رح يلاقيك.